رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية أبرزها العلاقة بعيد الميلاد، إنما رح نبدأ مع عروض الأفلام. ومثل العادة مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بتدعي كل نهار تنين إلى حضور فيلم جديد، وهالتنين الموعد مع فيلم بيحمل عنوان The Life of Pi إنتاج 2012 حاصل على أوسكار أفضل مخرج. الفيلم مبني على قصة حقيقية وعم نشوف تريلر خاص فيه. بذكر انه عرض الفيلم رح بيكون بجامعة سيدة لويزة زوق مصبح نهار التنين ابتداء من الساعة 7 بعد الظهر. ننتقل الى محطاتنا الميلادية مع بيروت شانس تحديدا يلي بتدعي الى حضور امسية لمهرجان بيروت ترنم مع عازف البيانو اللبناني رامي خليفة يلي رح يحيي امسية بتحمل عنوان جازي كونسرت لكل محبي الجاز، والموعد معه ب 22 شهر 8 المساء بكنيسة مارويس للاباء الكبوشيين بوسط بيروت. من المحطات الميلادية أيضا محطة مع التنور بشارة مفرج بريسيتال ميلادي خيري بعود ريعه لمستشفى بيت شباب لذوي الاحتياجات الخاصة ب 17 شهر 8 المساء بكاتدرائية مارويس ببيروت. بدورة كاتيا حرب المرنمة كاتيا حرب بتحيي ريسيتال ميلادي بعنوان حكاية تجسد اليوم 10 شهر 8:30 المساء بكنيسة سيدة النجاة بزوق مكايل. بمناسبة الأعياد إنما بعيدا عن التراتيل الميلادية وتحت عنوان أعياد نهاية العام تدعي جمعية Indeed Better Together للاحتفال معها ابتداء من نهار التنين ضمن محطات كثيرة من بيناتهم محطات فنية ب 17 شهر أليساندرو سافينا، 18 شهر ملحم زين، 16 شهر ديما نوكيان، و 22 شهر جوزيف عطية بيختم المهرجان. يفرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي، لما تحكي غيرك مين يعبي راسي، ولما تشكي لين عناد الصخر القاسي. أنا وكبير إيشك عامل بإحساسي، فرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي، لما تحكي غيرك مين يعبي راسي، لما تشكي لين عناد الصخر القاسي. وين داك إذا ناوي تحرق مع اخبارنا؟ مؤسسه رني معوض مثل كل سنه بتدعي الى افتتاح كريسمس فيليج ب 21 شهر مع كريسمس باريد بكنيسه مار يوحنا بصغرتها، وطبعا نشاطات بتتابع خلال الايام اللي بعدها، الخميس 22 شهر مع غنوه والفرسان الاربعه، الجمعه 23 شهر الجولدن انترناشونال سيركس، بالاضافه الى مشاركه لسوق الاكل والشخصيات الميلاديه. بنشوف شوي من غنوه.
اخبارنا الميلاديه ايضا، اللجنه الثقافيه ببلده ذوق مصبح بتدعي الى ريسيتال ميلادي مع التنور إليا فرانسيس الفنان نادر خوري بالاشتراك مع كورال السيده الورديه مدرسه سيده الويزه نهار الاحد المقبل 18 شهر 7 المساء باوديتوريوم الاباتي بطرس طرباي، علما انه الفنان نادر خوري رح بيكون له عده محطات من بيناتها اليوم بكرعيه سانت ريتا بجبال الساعه 7 المساء، وايضا تحت عنوان نور العالم اللي جاي الاحد 11 الشهر الساعه 7 المساء بكنيسه مرضومه بالعقيده. لتكريس الوجود فينا أتيت، لخلاصنا من الفناء أتيت، لإرساء السلام فينا أتيت. منرجع إلى فعاليات بيروت ترنم وللترانيم الميلادية الشرقية، أمسيتين مع غادة شبير وعبير نعمة ب 18 و19 الشهر الساعة 8 المساء بكنيسة مارلياس بالقنطارة، وبنسمع من عبير نعمة. بعيدا عن الاجواء الميلاديه، دوره جديده من مهرجان البستاني، يمكن هو المهرجان الوحيد اللي بيصير خلال فصل الشتاء بلبنان. دوره جديده رح ناخذ تفاصيلها من خلال المؤتمر الصحفي يلي دعت له رئيسه المهرجان والاعضاء، يلي رح ينعقد نهار الخميس 15 كانون الاول الساعه 11 قبل الظهر باوتيل البستان ببيت مري، وطبعا مثل كل سنه تباعا ببرنامج اخبار صباح بنذكر بابرز مواعيد هالمهرجان. A Walk Through Sira هو عنوان المهرجان يلي بتحتفل فيه وسط بيروت بمناسبة المولد النبوي الشريف ابتداء من 10 الشهر وبيستمر 11 و12 الشهر، إذا بأسواق بيروت من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 8 المساء مع محطات ترفيهية كثيرة خلال هيدا المهرجان. إذا بذكر A Walk Through Sira ب 10 11 و12 الشهر بأسواق بيروت. وبخبر اخير، بيروت اند بيوند بتقدم امسيه فنيه بعنوان لوف اند ريفنج مع ريس بيك ورندا ميرزا اللي رح بيقدموا اغاني البوب العربيه القديمه. بكره الموعد 11 الشهر 8:30 المساء بستيشن سن الفيل. مش حاله سكرتوا له الحدود، اللي شو مغير بالبلد ليه ما في هدوء؟ زاد الاشخاص بالسياسه زاد هيك. بنكون ختمنا جولتنا على المحطات الثقافية والفنية، رح نرجع لعند بيارات نعرف معها كيف أحوال الطرقات بهالأثناء. المؤهل محمد ظاهر من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن حركة السير، كيف عم بتكون بهالأثناء؟ صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. قدينا عنا حركة سير طبيعية على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية، وكذلك المدخل الشرقي من صياد عم يشهد حركة سير طبيعية. نعم. وبالنسبة لحركة سير داخل العاصمة بيروت عنا كورنيش المزرعة عم يشهد حركة سير طبيعية على المسلكين، وجسر الكولا حركة سير طبيعية على المسلكين. نعم. يعني عموما بشكل عام حركة سير طبيعية على جميع التقاطعات والطرقات داخل العاصمة بيروت. نعم، بس بنعرف انه اليوم يمكن ويك اند وقربنا على الأعياد.
صحيح. نعرف انه خلال النهار يمكن عجقه السير تدريجيا رح بتزيد تقريبا بعد الظهر ممكن تصير بتشهد اكثر شيء في ضغط للسير. اكيد في عناصر رح بتكون حاضره وموزعه يمكن على ابرز المحاور المعروف وين اكثر شيء. صحيح، بجهوزيه تامه وفي عناصر على الارض بيعالجوا حركه سير اول باول. نعم، بالنسبه لاحصاءات حوادث السير اللي سجلتوها خلال 24 ساعه اللي مضت، يعني تسجل عندنا ضمن ال 24 ساعه للاسف يعني 15 حادث نتج عنه 18 جريح، وللاسف اربع قتله، يعني في قتيلين من جراء اصطدام فان بعمود كهربائي على الاوتوستراد البترون، وكذلك قتيل من انزلاق دراجه على دراجه ناريه على جسر الفيات، وكذلك قتيل من جراء تصادم بين دراجه ناريه وفان على الطريق عنجر بر الياس. بنرجع بنكرر مطالبتنا للسائقين التقيد بالسرعه المحدده على الطرقات واستعمال حزام الامان وعدم التلهي اثناء القياده حفاظا على سلامتهم وكذلك الحال. بالنسبه لسائقي الدراجات نتمنى منهم اعتمار الخوذ الواقي اثناء القياده والتزام المسرب اليمين من المسلك اثناء قيادتهم للدراجه حفاظا على سلامتهم. للاسف هالفتره كثير كمان عم نسمع بحوادث فانات، يعني مطلوب من سائقي الفانات يتحملوا مسؤوليه هالارواح يلي هن كمان نرجع عم نقول هيك كرمال هيك بنتمنى منهم التقيد بالسرعه يعني حفاظا على سلامتهم وسلامه الركاب اللي معهم يعني 100%. نعم، بالنسبه لمخالفات السرعه تسجل عندنا ضمن ال 24 ساعه 842 مخالفه سرعه. نعم نعم، نحن بنتشكرك على وقتك المؤهل محمد ظاهر، دائما بنذكر المواطنين فيهم يتواصلوا معكم عبر الخط الساخن يلي هو 1720 او يتابعوكم دقيقه بدقيقه وكل التفاصيل عبر موقعكم الخاص على تويتر الحساب الخاص بغرفه التحكم المروري يلي هي @TMC لبنان. رح نتوقف هلا مع بريك اعلاني ومن بعده بنرجع نتابع اخبار الصباح مع ضيوفنا لليوم، ضلكم معنا.